أهلا بكم مشاهدي الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم طبعة المشاهد، اختار لكم أبرز الأخبار الصحفية في صحفنا لهذا اليوم وإلى العمل. خادم الحرمين الشريفين يستقبل وزير الخزانة البريطاني، والمملكة المتحدة تؤكد التزامها بدعم رؤية 2030 وتنفيذ البرنامج السعودي للتنوع الاقتصادي. المحاكم التجارية تعزز بيئة قطاع الأعمال بإثنا عشر خدمة رقمية. طول الانتظار بالعيادات يجبر المرضى لتغيير الطبيب. نبدأ ملفات الصحفية، حيث استقبل خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله أمس الأحد وزير الخزانة البريطاني وجرى استعراض الفرص الواعدة وفق رؤية المملكة 2030، في حين أكدت المملكة المتحدة في ختام اجتماع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية بمجلس الشراكة التزامها المستمر بدعم تنفيذ الرؤية، وأقرت بالتقدم الاقتصادي الكبير الذي تحقق منذ بدء العمل على رؤية المملكة 2030 في 2016. الحديث أكثر روح بضيوفي الكرام في الاستديو الأستاذ حماد السهلي الكاتب الصحفي. مرحبا أستاذ حماد. حياك الله. يا هلا فيك. وعبر الأقمار الصناعية من أبها الأستاذ يحيى جابر الصحفي في صحيفة الحياة. مرحبا أستاذ يحيى. أهلا حياك الله. يا هلا فيك. أبدأ معك أستاذ حماد، يعني تناولت الصحافة المحلية اليوم خبر استقبال خادم الحرمين الشريفين حفظه الله وزير الخزانة البريطاني في ظل التعاون الاستراتيجي حتى وشراكة سواء في جميع المجالات وخاصة في الشأن الاقتصادي، كيف يمكن أن يساهم هذا اللقاء في تعزيز الاقتصاد بين البلدين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. العلاقات السعودية البريطانية لها أكثر تقريبا من 100 عام، علاقات قوية بين المملكة العربية السعودية وبريطانيا حوالي تقريبا 200 مشروع. 200 مشروع هذه ما يعادل 17 بليون دولار. المملكة العربية السعودية اقتصاد متين، اقتصاد قوي. لا شك أن الشراكة بين المملكة العربية السعودية وبريطانيا حيكون لها أثر إيجابي على الاقتصاد السعودي والاقتصاد الوطني، وخصوصا المملكة مقبلة على رؤية واعدة 2030. الكل يتسابق على شراكة المملكة العربية السعودية. بريطانيا المملكة العربية السعودية العظمى، يعني يكون لها السبق في أن تكون بريطانيا العظمى شريكة لها في هذا الإنجاز الاقتصادي. جميل جدا. أستاذ يحيى، يعني شهد هذا اللقاء بحث الفرص الواعدة بين البلدين الصديقين، وذلك في ظل رؤية المملكة 2030 وتحديدا في الجانب التعاون الأمني، أهمية هذا الجانب خصوصا بعد التهديدات الإيرانية للممرات المائية. طبعا هذا مهم جدا للبلدين، لأن نعرف المملكة العربية السعودية كانت من أبرز بلدان العالم في مسألة إمداد الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا بمعلومات استخباراتية عن الإرهابيين المتواجدين في تلك البلدان أو حتى في الأراضي العربية، وخصوصا لتهدد الأمن القومي السعودي والغربي. فهذا جانب مهم جدا. طبعا المملكة المتحدة عندما تثني على الرؤية 2030 وتتسابق مع دول العالم لتكون من ضمن الدول المشاركة، هي بذلك تؤكد نجاح الرؤية التي أصبحت هدف لكل بلدان العالم، خصوصا البلدان المتقدمة والبلدان المتطورة على مستوى العالم. جميل جدا. أستاذ حماد، يعني مثل ما ذكر الأستاذ
يحيى أن يعني أقرت وأثنت على الدعم المستمر الاقتصادي وأيضا الخطوة المتسارعة لرؤية المملكة 2030 خاصة من 2016، يعني شفنا ثماره. مثل ما ذكر هناك حتى بعض الدول تريد أن تساهم في أو تكون شراكة بين المملكة دوما ودائما في بعض الدول خاصة في رؤية المملكة 2030. بالطبع نشاهد اليابان، نشاهد كوريا، الولايات المتحدة الأمريكية. عندما زار الرئيس الأمريكي ترامب السعودية كان من ضمن أولوياته اللي هي المساهمة في رؤية المملكة 2030. جميع الدول تتحدث عن الرؤية الواعدة 2030، حتى دول كبرى اقتصاديا، دول كبرى اقتصاديا، فرنسا، ألمانيا، جميع دول العالم، لأنها على علم أن المملكة العربية السعودية بلد اقتصادي كبير، بلد منفتح على العالم، بلد يسعى لأن تكون له شراكات كبيرة مع الدول، اقتصاد متين، ومن قواعد الاقتصاد هذا الحمد لله الأمن والأمان والعدل وتطبيق القانون. أستاذ يحيى، يعني أبرز الملفات التي كانت جديرة بالاهتمام توقيع مذكرة يعني بين البلدين خاصة في القطاع التعليم والثقافة والرياضة، أهمية يعني هذه الملفات في مد جسور التواصل بين البلدين. طبعا مهمة جدا، لأنه احنا نعرف أن تأسيس مجلس الشراكة بين المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية بدأ عام 2018، وطبعا نتج عنها ضخ 10 مليارات دولار من جانب بريطانيا، 5 مليارات دولار حجم التجارة الثنائية، تعزيز الشراكة في التجارة، في الصحة، في التعليم، في الصناعة والطاقة، في الثقافة والرياضة. أيضا تعرف المملكة المتحدة متطورة من في هذه الجوانب، فلذلك هي حريصة كل الحرص على الدخول بقوة في رؤية 2030، لأنها رؤية ذات مكاسب كبيرة جدا للبلدين، للمملكة العربية السعودية وأيضا للمملكة المتحدة، ولذلك سنستفيد منها فائدة كبيرة، خصوصا المملكة المتحدة متطورة في هذا المجال. جميل جدا. ننتقل إلى ثاني ملفتنا الصحفية، حيث أسهمت 12 خدمة رقمية ضمن القضاء التجاري المتخصص في تعزيز بيئة قطاع الأعمال ورفع سقف الإنجاز والأداء، مما انعكس بشكل إيجابي على المستفيدين ووفر عليهم الوقت والجهد. وتسهم المحاكم التجارية المتخصصة في تعزيز بيئة قطاع الأعمال وتوفير مناخ اقتصادي تسود الثقة والاستقرار وحفظ الحقوق والتشجيع والتحفيز على الاستثمار في المملكة، بما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030 ويحقق تحولا نوعيا يتمثل في سرعة الفصل في المنازعات التجارية وجودة المخرج القضائي. أستاذ حماد، يعني طلعنا على هذا بعض أهمية النقاط، يعني استعلام التفصيل عن القضية والاطلاع على الأحكام وخدمة التذكير وتقديم الدعوة الإلكترونية وبعض الخدمات المتلحقة. أهمية هذه الذي قامت بوزارة العدل، دائما تفاجئنا بإنجاز جديد دوما ودائما. بالنسبة للخدمة الإلكترونية هي خدمة جيدة صراحة، توفر على المواطن عناء الذهاب، توفر زحمة الشوارع ككل وزارات، يعني توفر خدمة اللي هي خدمة المنزلية، الراحة للمواطن، لكن تبقى لدينا مشكلة اللي هي مشكلة تأخر القضايا في بعض المحاكم، يعني بعض القضايا تجي 6 شهور سنة، فهذه هي المشكلة اللي ما زالت باقي. لكن الخدمة الإلكترونية لا شك أنها جيدة، يعني تخدم المواطن سواء في المنزل. يعني تقصد أن هناك مثلا يعني الخدمات الرقمية سهلة جدا، ولكن عندما تكون هناك القضية منظورة يكون هناك في إطالة، يعني خاصة بعض المهلة التي يعني تعطى للمدعي العام أو المدعي عليه أو غيره. نعم، هي جيدة، ولكن تبقى المشكلة هي اللي هي مكوث بعض القضايا كفترة طويلة، يعني
تعبت فيها، بعض القضايا تقعد 6 شهور سنة. هذه تقريبا هي المعضلة اللي الآن تواجهها المحاكم، وتواجه سواء المحاكم التجارية أو المحاكم القضايا الأخرى. لكن الخدمة الإلكترونية لا شك أنها جيدة في جميع الوزارات وجميع الإدارات، أنها تخدم المواطن، تريح المواطن من عناء الذهاب وزحمة الشوارع والجلوس الانتظار وخلافه. جميل جدا أستاذ يحيى. يعني هناك تطور ملحوظ شاهدناه في وزارة العدل، خاصة في الخدمات الرقمية، ويعني وهي اختصار الجهد والوقت. هل هذه يعني الخدمات الرقمية سوف تساهم بشكل كبير في سرعة يعني سرعة حل بعض هذه القضايا الموجودة، مثل ما ذكر أستاذ أحمد هناك في بعض التأخير؟ أولا أنا أشكركم شكر خاص، وأيضا الصحافة السعودية اللي تناولت هذا الموضوع بشكل يعني ركزت على هذا الموضوع. طبعا وزارة العدل تشكر شكر أيضا خاص، لأنها من أكثر الوزارات اللي طبقت الكثير من الأمور، وبالذات الحكومة الإلكترونية أو الرقمية، يعني سهلت الكثير، لمسناها المواطن لمس الكثير من الأشياء التي كانت في السابق صعبة وأصبحت الآن سهلة. الآن أصبح لدى القضاء، بدخول القضاء التجاري أصبح هناك فرص كبيرة جدا، وتسهل معاملات كثيرة، وأخذت مجهود كبير جدا من المحاكم، وأصبح الآن فيه سرعة ودقة وتنفيذ. فطبعا فعلا هي يعني لما تشوف انت تعزيز، تشوف جانب تخصصي في الموضوع، المرونة والسلاسة والأداء والإنجاز، تشجيع قوة قوية للمستثمر، فيها كثير من الخدمات للاستعلام اللي ذكرتها أنت، الاطلاع على الأحكام وخدمة التذكير والإشعار وطلب الاستئناف وإيداع مذكرات الأرقام وإبلاغ المدعى عليه وخدمة القضايا ومواعيدي وإلى آخره. يعني شكرا لهم فعلا من هذا البرنامج، حنا نقدم الشكر وزارة العدل، ونتمنى من كل وزارات الأخرى أنها تتبع هذا الأسلوب الحديث. طيب أستاذ يحيى، طيب جميل، على نقلة نوعية. جميل أستاذ يحيى، يعني في نقطة معينة، يعني لا شك أن يعني قرارات مهمة تتخذها دائما وزارة العدل في تحويل خدماتها إلى الرقمية، ولكن في مثلا سرعة البت في القضايا، هل سوف تساهم بشكل كبير في سرعة البت في القضايا؟ دون أدنى شك، لأن المسألة بتكون رقمية، تكون إلكترونية، أي تأخير مرصود، أي معاملة تتأخر بتكون مرصودة، ويكون عليها رقابة وبيكون عليها متابعة. الأمر الثاني، صدق زميلي في الضيف عندما ذكر أن هناك الكثير من الأشياء، مثلا توفير الوقت، البحث المضي إلى المحاكم بجهازك الخاص، تقدر تنفذ الكثير من القضايا. جميل. ومن كثير من الأمور. جميل جدا، شكرا لوزارة العدل. أستاذ حماد، يعني في نقطة معينة يعني تحدثنا عنها، هناك بعض الأنظمة يمكن شفنا يعني وزارة العدل يعني تختلف عن يعني أي جهاز قضائي في العالم أجمع. لما يشاهد المستثمر هالسرعة هالإنجاز، عبارة عن تطبيقات موجودة في الهاتف المحمول، يستطيع يعني استعلام التفصيل عن قضية، يستطيع مثلا إيصال مثلا بعض التنبيهات أو التذكير في هذا الجانب. أهمية هذه الخدمات الرقمية للمستثمر، خاصة لما يكون أجنبي. بالعكس، هذه تعطي ثقة للمستثمر أنه يستطيع أن يرى ما 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 يخصه من قضايا، من بدل الذهاب يعني. بدل الذهاب وبدل العناء وبدل، ويستثمر الوقت، بدل ما يكون يخصص وقته للذهاب للمحكمة يأخذ نص يوم مثلا أنه يطلع من شغله، هو جالس بجواله ما تأخذ منه دقائق أو ثواني بسيطة. بالعكس، هذه تشجع المستثمر، تعطيه الثقة أنه يدخل السوق وأنه يعلم أن في تطور، في تقنية، في تقدم، في حفظ الحقوق كذلك. جميل جدا أستاذ يحيى. يعني أخيرا، يعني هل بعض يعني بعض الخدمات الرقمية الموجودة وسهولتها وتوفير الجهد والوقت، هل سوف يمكن هناك في بعض الناس سوف يستغنون عن بعض المحامين عندما تسهل إجراءاتهم؟ أنا أتوقع من خلال الإجراءات السهلة والتعليمات اللي تطرح، وأيضا لابد على المواطن وعلى التاجر وعلى الفرد أنه يثقف نفسه ويبحث عن المعلومة ويبحث عن التفاصيل من المصادر الرسمية التي تشير إلى الشيء اللي يرغب في الحصول عليه، بتوفر طبعا جهد كبير جدا جدا، وسنلمسها في المستقبل كما لمسنا أشياء سبقت، خاصة في وزارة العدل. جميل جدا
ننتقل إلى ثالث ملفات الصحفية لهذا اليوم. من خبر صحيفة مكة ذكرت فيه بأن عدد كبير من مراجعي المستشفيات يعانون من طول مدة مراجعة الطبيب وطول الانتظار قبل الدخول العيادة. وأوضح التقرير السنوي التاسع لوقت انتظار الطبيب الصادر عن شركة متخصصة في جودة الرعاية الصحية أن الانتظار الطويل جعل 20% من المرضى يغيرون طبيبهم مما أثر على تقييم الطبيب. ولخصت دراسة نشرتها المجلة الأمريكية رعاية الصحية أن المريض يهدر الكثير من وقته وماله حتى يحصل على استشارة طبية بما في ذلك وقت وتكلفة الذهاب إلى المستشفى والانتظار. أستاذ حماد، يعني شاهد يمكن عدد كثير من مراجعي المستشفيات يعني من طول مدة مراجعة والطبيب وهناك تغيير في الطبيب، تعليقك على هذا الملف تحديدا؟ صحيح، هذه ممكن القضية هذه ممكن تحل ببساطة، يعني ممكن يكون المريض يتصل على رقم وزارة الصحة اللي هو الرقم 1937، ممكن المستشفى والعيادة يضع حل مثلا انه يضع شخص مثلا يستشيرون قبل الدخول ممرض او طبيب اخر، لان بعض المسائل ما تحتاج انه الطبيب والله ينتظر ان المريض ينتظر فترة طويلة. بعضهم مثلا يبغى علاج بسيط، بعضهم يبغى غيار بسيط، بعضهم يبغى يجدد دواء مثلا، بعضهم يبغى يغير دواء، فما في داعي انك تترك المريض ينتظر بالساعتين والثلاث وتأثر على اداء الطبيب كذلك. جميل جدا. أستاذ يحيى، يعني في نقطة معينة برأيك ما الحلول المناسبة في تقليل ساعات الانتظار بالعيادات، خصوصا أن نشهد تكدس يعني بعض المراجعين في المستشفيات الحكومية؟ أنا أتمنى عمل دراسة علمية لهذا الموضوع، يعني تشترك فيها الجامعات، تشترك فيها وزارة الصحة، يشترك فيها إحصائية للمواطنين أو المرضى يأخذ مرئياتهم حول هذا الموضوع، وعمل يعني حل عاجل للمريض، لأن المريض فعلا هو يعاني من مرض وتعب وألم، ثم ينتظر إضافي لهذا الألم. من ناحية إنسانية يجب مراعاة هذا الموضوع. لا تجي وزارة الصحة تقول لك والله أنا برضو عندي قصور في كذا. المسألة تحتاج إلى مسألة دراسة، ولكن دراسة محددة واقعية وحقيقية ومنطقية تطبق على أرض الواقع. جميل جدا. أستاذكم ضيوفي في أخذ الجانب الطبي الدكتور بندر العبرة المتخصص في جراحة العظام. دكتور مرحبا. دكتور بندر حياك الله أختي. يا هلا فيك دكتور بندر. يعني في نقطة معينة يعني شاهد هناك يمكن في بعض المراجعين، يعني هناك بعض المستشفيات الحكومية تعطي بعض المواعيد 3 شهور إلى 4 شهور، هل يؤثر على هذا المريض تحديدا؟ يعني خاصة بعض الأمراض المنتشرة مثل السكري وغيرها من الأمراض أو بعض العيادات. أولا حاب أعطيك تحية طيبة لك ومشاهدين برنامجك. يا هلا فيك وأشكرك على المداخلة. فعلا مشكلة التكدس بالعيادات بالذات في المستشفيات الحكومية ظاهرة والله شائعة، والله تضايق الجميع كان المريض أو حتى الممارس الصحي، ما يرضي أحد. لكن لازم أن يكون يعني في تقبل فكرة ما إيش الأسباب. إذا أنت حاب أنك تشوف المشكلة أنت يدك على الأسباب. أو طيب وش الأسباب اللي تشوفها دكتور بندر؟ طيب ممكن احنا نختصرها ونقسمها لعوامل. في عوامل متعلقه بالنظام الصحي بشكل عام. مثال ممكن احد الحلول نظام الربط الالكتروني، وهو احد اهداف رؤيه 2030 لوزاره الصحه. هذا الربط راح يحل كثير بالذات لما يكون بين المنشات الصحيه الحكوميه والاهليه، يكون بين ربط الكتروني. جميل. ثانيا على مستوى المنشاه يكون في تنسيق بين الاقسام داخل المستوى واليه واضحه التحويلات وكيف تنقل المريض ياخذ موعده حتى ما يضيع المريض او يتاخر. هناك عوامل برضو متعلقه بالمريض نفسه. يجب نحارب فكره او ثقافه التنقل من طبيب لطبيب اخر والبحث عن الحلول السحريه. طيب هل هناك في طيب دكتور بندر هل هناك في بعض التخصصات النادره الموجوده خاصه في بعض الاطباء، يعني نراه يعني يعمل في عده مستشفيات سواء مستشفى حكومي واهلي، و نشاهد هناك في يعني لو تروح للمستشفى الخاص تستطيع ان تاخذ مع موعد بعض الايام، لكن عندما اذهب مستشفى حكومي يبي لي 3 شهور تقريبا او شهرين عشان اخذ منه موعد. هل هذا الامر اثر في هذا الجانب؟ ما سبب تكدس في المستشفيات الحكوميه؟ انا اشوف عمل في القطاع الخاص هذا يعتبر جهد، بالعكس جهد اضافي. ممكن احد الحلول الان ليش التوجه الان للتامين الصحي، احد الحلول تكدس المستشفى الصحيه أن المريض يكون عنده أكسس إنه يروح مستشفى أهلي آخر.
يعني المنشآت ما تقدر تتحمل كل هذا. هذه المشكلة العيادات المتخصصة مثل تخصصات جراحة العظام الجلدية التجميل العيون. طيب هذه العدد فيها. طيب في نقطة معينة. طيب دكتور بندر في نقطة معينة حتى ثقافة المريض هل تساهم في تقليل يعني الضغط على المستشفيات؟ يعني في بعض يعني هناك يمكن رقم 1937 من وزارة الصحة، يعني هناك بعض الأشخاص يعني لا يحتاج إلى الذهاب إلى المستشفى وطول الانتظار. يعني هل ثقافة المريض تتدخل في التكدس ولا لا؟ أكيد ثقافة أنك تتنقل، ثقافة أنك تتقبل الأولويات، وأنك أنت أو وضعك الصحي أو مشكلتك الصحية لا تحتاج أنك يعني تتعرض على دكتور متخصص معين دقيق. هذا يريحك ويريح المنشأة والنظام الصحي بشكل عام. جميل جدا. لازم يكون عندنا توعية مثل برامج هذه، توعية المشاهد والمجتمع بشكل عام أن مو جميع الأمراض أو المشاكل الصحية تحتاج مراكز متخصصة أو طبيب متخصص. جميل. وأشياء معقدة. جميل جدا الدكتور بندر العبرة المتخصص في جراحة العظام، شكرا جزيلا لك. سؤال أخير يعني تعليقك على كلام الدكتور بندر. أستاذ حمد على عجالة. والله أنا أتفق مع الدكتور على أساس أنه موضوع التأمين الصحي والربط الإلكتروني وأيضا تنسيق الأقسام. نعم صوت. تنسيق الأقسام هذه ضرورية جدا، منها صوت. تخفف الضغط، ومنها أنه تروح لأي مستشفى ما تقول والله ما أقدر أروح مستشفى أهلي. المستشفيات الأهلية ممكن تستقبل عدد كبير، وممكن برضو تزيد الاستثمار في القطاع الصحي أنه تفتح مستشفيات جديدة، يفتح قطاع صحي جميل جديد. جدا جميل جدا. ننتقل إلى آخر ملفات الصحفية وخبر من صحيفة المدينة، حيث قررت وزارة الخدمة المدنية إنشاء أول أكاديمية لتطوير مهارات القادة والموظفين المتميزين بما يضمن تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030. وتستهدف الأكاديمية تطوير موظفي القطاع الحكومي من مدير العموم وأعلى والموظفين المتميزين، ومقرر أن تفتح الأكاديمية المجال مستقبلا أمام القطاع الخاص استفادة من إمكانيات التدريب المالية من التدريب العالية التي ستكون من أبرز سمات الأكاديمية. أستاذ يحيى، يعني تحدث صحيفة المدينة اليوم عن خبر إنشاء أول أكاديمية حكومية تطوير القادة والموظفين المميزين، يعني أهمية وجود مثل هذه الأكاديمية التي تدعم الموظفين الحكوميين. طبعا هي مهمة. أول شيء حنا نعلم ونعرف أنه فيه معهد الإدارة العامة موجودة أصلا، لكن هذا ناحية تطويرية أفضل. طبعا الموظف لما يجد عندما يجد التطوير والتأهيل على أرقى المستويات وبأفضل أنواع الجودة والتخصصية، هذا أمر مفيد جدا للموظف، ولذلك أنا أعتبرها قفزة أيضا جيدة لوزارة الخدمة المدنية، ونتمنى برضو تفعيلها بجانب أكبر من ذلك وتكون سلسة ومتاحة لعدد واسع من الموظفين الدولة. جميل جدا أستاذ حماد، يعني أهمية تطبيق هذه الأكاديمية تحديدا، يعني سوف تخرج لنا قادة، وهناك يمكن من أهداف الأكاديمية زيارة بعض القادة أو الوزراء أو المسؤولين سابقا، يعني حتى يمكن الأكاديمية سوف تحل مسألة الواسطة يعني في بعض هذا الجانب. تعليقك. هي صراحة خطوة جيدة، خطوة مباركة، لكن يجب أن تشمل جميع الموظفين. المعروف الصورة النمطية عن موظف بعض الموظفين الدوائر الحكومية أنه موظف بيروقراطي وراجعنا بكرة، وأنه ما غير منتج بشكل كبير. ف
فهذه المفروض أن تعطى جميع الموظفين، يجادلون جميع الموظفين عليها. فهي خطوة ممتازة، خطوة تطويرية جيدة جدا، يعني اتفق معهم واتمنى أنها تطبق بشكل أفضل وبشكل أوسع. يعني يستطيع الواحد يعني يأخذ المنصب اللي هو موجود فيه يعني عن كفاءة وليس يمكن. نعم نعم، يجب أن تكون قرارات صارمة واختبارات قوية تحت لجان محايدة. جميل جدا، أشكرك الأستاذ يحيى جابر الصحفي في صحيفة الحياة، شكرا جزيلا لك على قبولك دعوتنا ولحديثك في حلقة اليوم. أيضا أشكرك الأستاذ حماد السالي الكاتب الصحفي، شكرا جزيلا لك على قبولك دعوتنا لحديثك في حلقة اليوم. شكرا لك أخي تامر. أعزائي المشاهدين، وصلنا نحن وإياكم إلى ختام برنامج لهذا اليوم، وقبل ختام تقبلوا تحياتي وتحيا الطاقم العمل، إلى اللقاء.